أبيع المعينة الغذائية وأجيب دواية 50,000 دواية. والله إيه كل أسبوع هذا نوبات تطول. قصور كلوي تعبانات الكليتين من الأساس به نكياس مي وعلى الكبر أثرا عليه تعبان بنوم وأسبوع مرتين أغسل. وضعنا مو زين حتى بيتنا بليلان احترق حرقوه بنوب مع القاع. هم جيش الحر. المراكز الطبية والإحالات ما بتقدمها غير الـ WHO الصحة العالمية، لهيك ما في اعتراف من المفوضية بالمخيمات، يعني اعتراف رسمي بالمخيمات واشوكاني وسريكاني، لهيك ما في منظمات طبية كثيرة موجودة بالمخيم. أكثر شيء بفصل الصيف هي حالات الإسهال والتسمم لدى الأطفال والكبار بالسن. الأدوية بصراحة نحن الأدوية المزمنة ما الدواء تبعها قليل كثير مثل السكري والسرطان والباقي الأمراض الثانية، عم يتوزع بشكل شهرين أو كل 3 شهور علبة دواء للمريض.